في ليلة تتزيا بالنور والإشراق، جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق، هو النبي الأمين له الصعاب تهون، وقوله قول صدق وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء، أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء، فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء، وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول، وكان خير رفيق للمصطفى جبريل. صلوا على المختار يحاط بالأنوار، عند الذي نرتجيه قد فاز بالأسرار، قد عاد يحمل فرضا خمسا من الصلوات، ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات، وعاد فوق البراق من فوق سبع طباق، وعاد فوق البراق من فوق سبع طباق، يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاق.